النهاردة الحد الثالث من شهر كيهك المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. الخط الروحي للقراءات في أحد شهر كيهك هو التركيز على ظهور السيد المسيح في الجسد، ظهور المخلص في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر فين؟ في الجسد. وكان الحدث الأول في الحد الأول من شهر كيهك هو كان البشارة برحمته، وهي بشارة الملاك جبرائيل بميلاد يوحنا المعمدان السابق اللي هيعد للرب شعبا مستعدا. وكلمة يوحنا بتعني الله حنان، ويوحنا بيرمز للرحمة كأول مظهر من مظاهر رحمة الله الآب لشعبه. وقول الملاك لزكريا الكاهن: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسمينه إيه؟ يوحنا. ويوحنا دي كلمة عبرية مشتقة منين؟ من الرحمة. عشان كده منقول الحد الأول بيتكلم عن البشارة برحمته، والحد الثاني بيتكلم عن البشارة بميلاد السيد المسيح. ملاك جبرائيل بشر العذراء مريم وقال لها: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. والنهاردة الحد الثالث من شهر كيهك المبارك، وبيتكلم ان الله تطلع بعدله ورحمته، يعني نظر من السماء بعين العدل وبعين الرحمة عشان ينزل ويخلص البشرية كلها من موت الخطية. عشان كده نلاقي النهاردة لقاء ما بين رحمته وعدله، لقاء ما بين الرحمة والعدل اللي بتتمثل في شخص السيد المسيح، وبسلامه وحقه المتمثلة في يوحنا المعمدان. وده واضح من زيارة العذراء مريم لأليصابات، والعذراء مريم قالت التسبيحة بتاعتها الشهيرة اللي آخرها قالت: عضد إسرائيل فتاة ليذكر إيه؟ رحمة، كما وعد أبائنا. والحد الجاي بنعمة ربنا هيكون الحدث الرابع اللي الكنيسة عايزة تهيئ ذهننا لظهور السيد المسيح بالجسد، فبتركز مش فقط على ميلاد يوحنا المعمدان، ولكن بتركز على النبوءة بتاعة زكريا الكاهن اللي هو التنبؤ بظهور السيد المسيح. لأن زكريا قعد صامت وابتدى يفتح فمه وقال كده، أول كلمة قالها قال: مبارك الرب الذي افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص. وقرن الخلاص ده هو مين؟ السيد المسيح. قرن أقام لنا قرن خلاص في بيت داود إيه؟ داود فتاة. النهاردة زيارة العذراء مريم لأليصابات. زيارة العذراء مريم لأليصابات، القديسة الطاهرة العذراء أم النور مرت مريم أول لما سمعت إن أليصابات بقت حامل وهي كبيرة في السن، وأخفت نفسها 6 أشهر، هتخدم نفسها إزاي؟ ما هي خايفة تقول لحد، مكسوفة إنها تتكلم، أخفت نفسها 6 أشهر. العذراء مريم راحت علشان تخدمها، سافرت مسافة طويلة جدا، تقدر هذه المسافة ب100 كيلومتر. سافرت من مدينة ناصرة الجليل في الشمال، احنا عارفين الجليل في الشمال، وبعد كده السامرة، وبعد كده اليهودية. والملاك لما بشر العذراء مريم بشر العذراء مريم في ناصرة الجليل في الشمال، فنزلت لغاية الجنوب اليهودية. المسافة من ناصرة الجليل للمدينة يهوذا 100 كيلو. طبعا استأذنت يوسف النجار لان هي كانت قاعدة في بيته، وسافرت المسافة الطويلة دي كلها علشان تخدم أليصابات الحبلة في شهرها 6، واللي هتقعد هناك 3 شهور وبعد كده ترجع تاني ليوسف النجار.
ولما رجعت ليوسف النجار ابتدى يوسف النجار يشك فيها وأراد تخليتها سرا. المدينة اللي راحتها العذراء مريم في اليهودية هي مدينة حبرون، ومدينة حبرون دي وقعت من نصيب يهوذا في توزيع الأراضي على بني إسرائيل، زي ما ذكر كده في سفر يشوع ابن نون لما جم يقسموا الأراضي على الأسباط، فكانت حبرون دي كانت جزء من يهوذا. ومدينة حبرون دي المدينة اللي سكن فيها إبراهيم أبو الآباء مدة طويلة جدا، واللي فيها قبر زوجته سارة، وده يشير المدينة دي بالذات إن هي مدينة أبو الآباء إبراهيم، إن ربنا وعد إبراهيم وقال له إن هيكون من نسلك السيد المسيح. لما دخلت القديسة الطاهرة العذراء أم نون مرت مريم بيت زكريا سلمت على أليصابات، فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. ارتقد يوحنا المعمدان في بطن أليصابات. إذن هو مش بس لقاء العذراء مريم بأليصابات، لا، ده لقاء ربنا يسوع المسيح في بطن العذراء بمين؟ بيوحنا المعمدان. في بطن مين؟ في بطن أليصابات. فأول لما سمع يوحنا، أول ما أليصابات سمعت سلام العذراء مريم، يوحنا المعمدان ارتقد، يعني سجد متهلل في بطن مين؟ في بطن أليصابات. ويوحنا المعمدان قلنا اسمه الله حنان، كلمة عبرية جاية مشتقة من الرحمة، ولكنه هنا يوحنا المعمدان بيمثل الحق وبيمثل السلامة. الحق ليه ليوحنا المعمدان؟ لأن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه عشان كان بيقول الحق لهيرودس الملك، وقال له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك الحي زوجة لك. علشان كده نلاقي ان المزمور بتاع القداس النهارده هو مزمور رقم 84 آية 9 وآية 10. بيقول ايه المزمور؟ بيقول: الرحمة والحق التقيا، العدل والسلام تلاسما، الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع. الرحمة اللي هو مين؟ هو ربنا يسوع المسيح. والحق اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. السلام اللي هو مين؟ العدل هو مين؟ هو السيد المسيح. والسلام هو مين؟ هو يوحنا المعمدان. علشان كده نلاقي ان السيد المسيح بيمثل العدل ويمثل الرحمة، ويوحنا بيمثل الحق ويمثل السلامة. فحين صار صوت سلامك في أذني، ارتقد يوحنا المعمدان إيه؟ في بطني. المزمور دون هو المزمور بتاع صلاة الساعة السادسة، ساعة الصلبوت، ساعة الصليب. المزمور ده احنا بنصليه كلنا في صلاة الساعة السادسة، اللي هو: رضيت يا رب على أرضك، رضدت سبي يعقوب، غفرت أثام شعبك، سترت جميع خطاياهم. وفي النص كده، في نص المزمور، نقول: الرحمة والحق التقيا، العدل والسلام تلاسما. في كل موقف وفي كل حدث موجود في الكتاب المقدس بيشير للصليب. علشان كده نلاقي ان في الصليب التقيا عدل الله، لما ربنا قال لآدم: أنت يا آدم أكلت من ثمرة معرفة الخير والشر، موتا إيه؟ تموت. والتقي عدل الله برحمة ربنا، لأن جه خلاص
آدم التاني اللي هيموت نيابة عن آدم الإيه؟ الأول. بإرشاد الروح القدس امتلأت اليصابات من الروح القدس وقالت: مباركة أنت في النساء. كلمة مباركة أنت في النساء دي معناها إن اللعنة اللي شملت البشرية كلها بسبب معصية أمنا حواء الأولى ارتفعت خلاص عن البشرية، واتبدلت هذه اللعنة بالبركة عن طريق مين؟ عن طريق حواء التانية اللي هي مين؟ اللي هي العذراء مريم. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ابتدت اليصابات تتساءل مع نفسها وتقول: هو أنا أستحق إن أم ربنا تيجي لي؟ أم الله الكلمة، وأخبرتها وعرفتها بإن الجنين ارتقد بابتهاج في بطنها بمجرد سماعها سلام مريم. وختمت اليصابات كلامها وقالت: فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بختك، يا سعادتك، طوباك أنت يا مريم العذراء، لأنك آمنتي ببشارة مين؟ ببشارة الملاك. طب يا اليصابات، انت عرفتي منين؟ انت عرفتي منين؟ دي ماما العذراء ما قالتش غير اول حاجة، بس قالت سلام. اول لما قالت سلام عرفتي كل حاجة؟ ولا دون كشف واعلان من الروح القدس؟ الروح القدس لما امتلأت اليصابات من الروح القدس، الروح القدس هو اللي عرفها. والدليل على كده انها قالت: فطوبى للتي آمنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. انت امنتي يا ماما يا عذراء بكلام الملاك جبرائيل، لكن انا عرفت عن طريق الروح القدس. ده لسان حال مين؟ لسان حال اليصابات، عرفت ونطقت بهذا الكلام عن طريق الروح القدس، بوحي من الروح القدس وإعلان وكشف خاص. كشف الروح القدس لأليصابات عشان تعرف إن اللي في بطنها دون هو مين؟ هو ملك المجد، رب الأرباب، هو مخلص العالم كله. عشان كده العذراء مريم ابتدت ترد على اليصابات، وفتحت فمها وقالت التسبيحة بتاعتها المشهورة ردا على مدح اليصابات ليها. ونشوف اتضاع العذراء مريم، كلية الاتضاع اللي بتتضع وبتنسب هذا المديح لمصدره الأساسي اللي هو مين؟ اللي هو ربنا. فقالت: تعظم نفسي الرب. ابتدت تعظم العظمة ليك انت يا رب، العظمة ليك انت يا رب. انت يا رب هو اله المستحيلات. معقول انسان عاقر تحبل؟ معقول انسانة عذراء وتحبل؟ التقاء اتنين من المستحيلات، ان انسان عاقر لمدة طويلة جدا جدا وتحبل بيوحنا المعمدان، والعذراء مريم عذراء وتحبل بالسيد المسيح. تسبيحة العذراء هي نفس تسبيحة، تقريبا نفس تسبيحة حنة أم صموئيل، لما كانت حنة أم صموئيل مرت النفس ودخلت للهيكل عند عالي الكاهن وافتكر إن هي سكرانة، لكن هي كانت سبحت تسبيحة جميلة موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثاني. حنة أم صموئيل قالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهجت بخلاصك. تقريبا نفس التسبيحة اللي قالتها العذراء مريم، واخدة كتيرة قوي من تسبيحة مين؟ حنة أم صموئيل. آخر آية قالتها العذراء مريم في التسبيحة بتاعتها اللي الكنيسة عايزة تركز عليها النهاردة،
هي عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة. عضد إسرائيل، إسرائيل مقصود بيه شعب بني إسرائيل. فتاة يعني إيه؟ يعني شعبه المختار. ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. أصل ربنا كلم مين؟ كلم أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واداهم الوعد إن من نسلهم هيجي مين؟ السيد المسيح اللي هيخلص العالم كله. معنى إيه عضد إسرائيل فتاة؟ ربنا أعان شعب بني إسرائيل بشتى الوسائل في كل مكان وفي كل زمان، ودبر حياة شعب بني إسرائيل في البرية 40 سنة، وتعهدوا دلوقتي بأنه يرسل له المخلص يسوع المسيح اللي احنا بتتمثل في المزمور النهاردة الرحمة والعدل، وأنه سوف يتجسد من إيه؟ من العذراء مريم. وده تنفيذا للوعد اللي ربنا اداه لأبونا إبراهيم إنه من نسله هيجي السيد المسيح، ومن نسل إسحاق ومن نسل يعقوب، بإن يكون المسيح من نسلهم. والرحمة اللي ربنا أظهرها الله في أيام العذراء هي بالضبط الوعد، إن هو نفذ الوعد، الوعد اللي قاله لآدم اللي من نسل المرأة يسحق رأس الحية. الوعد اللي ربنا اداه لآدم وقال له إن نسل المرأة اللي هو المسيح اللي جاي من نسل المرأة اللي هي العذراء مريم هيسحق رأس الحية اللي هو الشيطان. وده واضح جدا إن السيد المسيح صنع هذا على عود الصليب، علشان كده نلاقي إن المزمور بيتكلم عن الصليب، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاسما، وإن جوهر هذه الرحمة هو السيد المسيح نفسه اللي بتجسده صنع الفداء على عود الصليب. علشان كده ياريت نقدر ان احنا لما نروح نراجع مزمور رضيت يا رب على ارضك، عشان نركز على الآية اللي بتقول الرحمة والحق التقيا، العدل والسلام تلاسما. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم ابديا امين.